يعني طب لو اتكلمنا عن اللي هيحصل ومباراة الزمالك، احكي لي كده متخيل السيناريو هيكون عامل ازاي؟ بص الزمالك يعني نتكلم بصراحه انه الماتش بتاع الزمالك ماتش النهارده لا نقدر نقول فيه ان هو ماتش فنيات او جمال، في ماتشات كده تخلص برجوله اللعيبه واداء اللعيبه، لو لعيبه الزمالك عايزه تفرح جمهورها وعايزه تصالح جمهورها وعايزه تقف على رجلها لازم تكسب ثلاثه واربعه وخمسه، اللي هي في النهايه بتلاعب فريق ليس له لا ماضي ولا حاضر ولا تاريخ ولا لا يذكر يعني في القدم الافريقيه، ارتس لارس بيس فريق ما يعني مالوش تاريخ في افريقيا، فبالتالي لا انت في النهايه نادي الزمالك بقى عملت صفقات ما عملتش صفقات، القيد بتاعك واقف ولا القيد بتاعك شغال، عندك مشاكل ماديه ما عندكش مشاكل ماديه، في النهايه انت نادي الزمالك الماتش في الملعب النهارده يعني بالظبط هي الكوره القصه 90 دقيقه في الملعب وال11 لاعب بتوع نادي الزمالك يعني بـ يعني بـ 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 حتى لو اسوء 11 لاعب في نادي الزمالك مش هيبقوا اسوء من لعيبه ارتا سولار يعني، ففي ماتشات كده هي ماتشات اللعيبه مش ماتشات حد تاني بقى، لا نقول لا مدير فني ولا جمهور ولا تركيز ولا غيره، هي ماتشات اللعيبه عايزه تخلص نفسها وتكمل الموسم، فهي اللعيبه في النهايه تقدر تكسب اثنين وتقدر تكسب ثلاثه واربعه وخمسه، الفريق ده خسران من المقاولين العرب السنه اللي فاتت 9-0 او السنه اللي قبلها يعني، فبتتكلم انه لا الزمالك يقدر ان هو يسجل عدد كبير جدا من الاهداف، ولكن القصه متوقفه على رغبه لعيبه الزمالك واداء لعيبه يعني الزمالك. ما اسالكش على التشكيل يا محمد؟ مش لا مش فارقه بقى ايا كان التشكيل، ولا اسالك بقى التشكيل المتوقع ومتخيل هيحصل ايه؟ يعني خلينا نقول برضو ان الاوراق عند اوسيريو وهي محدوده ما بيقدرش يلعب كتير قوي في التشكيل بتاع نادي الزمالك، لان هو يعني الورق زي ما بيقولوا على قد الايد يعني. الصبح في حراسه المرمى حمزه المسلوسي باك رايت، وعندك اثنين مساكين محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحاتم سكر باك ليفت، وعندك اثنين في نص الملعب اوباما ودونجا، وقدامهم شيكابالا وابراهيم اناضاي ومصطفى شلبي وسيف الجزيري المهاجم، ده التشكيل الاقرب لنادي الزمالك، ولكن هي القصه مش في التشكيل من وجهه نظري، القصه في اداء اللعيبه وفي رجوله اللعيبه. لو حضرتك يعني تتذكري السنه اللي فاتت في نهائي دوري الابطال الاهلي رايح معنويا كانه خسران الماتش، انه كسبان 2-1 في القاهره، الوداد يكسب 1-0 يكسب البطوله، ولكن القصه يعني حتى رغم الشماريخ ورغم الجمهور اللي كان يعني مالي الملعب انه لعيبه النادي الاهلي هي اللي جابت الكاس مش حد تاني، فبالتالي انه في ماتشات هي اللعيبه هي اللي بتجيب الماتشات دي. اذا ارادوا لعيبه الزمالك ان هم يستكملوا البطوله يعني. طيب كلامك عن الفريق الجيبوتي مش معتمد فقط على التاريخ، ده كمان من خلال رؤيتك لادائه خلال الفتره الاخيره. يعني واضح لأن احنا دايما يا مهدي ما بنركزش قوي في التاريخ، تاريخ البطولات للانديه، لانه في بعض الانديه بتلاقيها كبرت وطلعت مره واحده كده زي سان داونز مثلا، بقاله كام سنه في عز تالقه وما كناش بنسمع عنه قبل كده، فوارد ان يكون هذا الفريق فريق كبير، لكن واضح انك وانت بتتكلم مش بتتكلم فقط على انه نادي بلا تاريخ، لا ده كمان اداء اللعيبه خلال الفتره الحاليه اداء ضعيف. لا صن داونز وضعه مختلف، انه صن داونز كسب بطوله دوري الابطال، وصن داونز كل سنه الفرق بتعمل له حساب في دوري الابطال وبيوصل الادوار الاقصائيه يعني، فبالتالي لا او بتتفرج عليه في الملعب ومتصدر. ده دلوقتي يا مهدي ده دلوقتي يعني، قبل كده ما كانش موجود ما كناش نسمع عنه. لا انت بتتكلم من يعني 2016 صن داونز كسبان دوري الابطال. فبالتالي انه لا اسمه موجود في السوق وبيتعمل له حساب ومتصدر الدوري الجنوب الافريقي وبيكسب البطولات كل البطولات المحليه يعني كل موسم على النقيض. ارتا سولار مش موجود في مركز متاخر في الدوري الجيبوتي، ما شفتلوش يعني انجاز يذكر في الكونفدراليه، ما تواجدش في دوري الابطال، فبالتالي انه لا يعني قبل كده ما كانش موجود، وكحاليا الحسنه الوحيده اللي اتعملت هو فوزه على الزمالك بثنائيه، ودي كانت حتى مفاجاه لكل الناس مش حتى بقول لك جمهور نادي الزمالك بس، لا مفاجاه داخل مصر وخارج مصر انه فرقه ضعيفه بالشكل ده تكسب نادي الزمالك بثنائيه، خصوصا يعني الجونين من اخطاء دفاعيه واضحه واخطاء لحراسه المرمى يعني.